وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة قال السيد صباح الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن فريق تواصل يسعى لتجويد خدماته بما ينعكس على تحقيق رضا المستفيدين من النظام. يعتبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوي تواصل من أنجح المبادرات والتي أطلقتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية استجابة لتوجيهات سيدي سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه. ونعتقد متابعة ديوان سيدي سمو ولي العهد أعطى زخم كبير لهذه المبادرة ونجاح يعني فائق. نعم الوزارات أصبحت تتسابق لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وجميع مقترحات وشكاوى الموجهة إلى أي جهة من الجهات الحكومية تلقى قبول وسرعة وسهولة ومن أي مكان تكون وفي أي وقت. لذلك يعني لاحظنا أن جميع الحالات اللي تصل لنا يعني يتم التعامل والرد عليها في الحدود التي يعني وضعت لهذه المهمات.